هذا الكتاب هو نتاج جهد قام به أهالي الطلاب، خاصة مجلس أولياء الأمور في مدارس الإيمان. انبثقت لجنة اسمها لجنة فحص المناهج. ليش شعرنا أنه في حاجة ينعمل هذا الكتاب ويتوزع، ونحاول أنه نوصله لكل بيت، ونحاول نوصله لكل مدرس ومدير مدرسة في القدس. السنة الماضية بدأت معركة، المعركة إنه سلطات الاحتلال بدها تدخل كتب محرفة على مدارسنا، الكتب الفلسطينية، بس عملوا فيها تغيرات. التغيرات هاي كان لها أهداف مش بريئة. الكتب اللي عملوا فيها التغيرات هم ناس خبراء، خبراء في الحرب النفسية، خبراء في التربية، بس مش بالمعنى الإيجابي. مش إنه حطوا لنا في كتبنا إشي بتخلينا أفضل في الرياضيات وفي الفيزياء وفي التاريخ. في صار انه بده ينشئ نفسيه مشوهه ومريضه عند الطفل المقدسي. ليش؟ لانه ما بيعنيهم انه المقدسي ينشا انسان فلسطيني عربي مسلم عنده انتماء لمدينته. فصاروا يعملوا تغيرات حطها خبراء بحيث يمسخوا الهويه. كيف؟ استهدفوا الدين، يعني على مستوى تلاعب في ايات ومعناها. بيجي بقول لك شوف القران بيحكي بني اسرائيل شعب الله المختار، والتوراه ما احسنها، يلا كذا كذا لازم تحترم التوراه واليهود وتعمل سلام معهم. يجي بقول لك المسجد الاقصى بدهم يعملوا تغيرات، وهذا موجود في الكتيب، انه ايش هي حدود المسجد الاقصى بهدف انهم ياخذوا جزء منه. اشياء انه مسلم عابط يهودي ومن احب اخاه في الله فليخبره انه يحبه. هذا على مستوى الدين. على مستوى التاريخ اذا بدهم مش الفلسطيني يربط نفسه في الكنعانيين، شو لك انت؟ شو خص التربيه والتعليم وهم بيحكوا لمدراء المدارس انه التحريض؟ احنا عملنا تغيرات هدفها ازاله التحريض من الكتب. كذب. هم بيغيروا التاريخ، ما بدهم العرب الفلسطيني في القدس يعرف تاريخه، ما بدهم يعرف انه كان في مدينه فلسطينيه اسمها القدس او اسمها حيفا او عكا. افكار مريضه. احنا يعني بدعو الناس انهم يقراوا الكتاب، خاصه الاهالي والمدرسين المدراء، انه يفهموا شو الابعاد هاي. احنا اللي قاموا في الاخوه والاخوات قاموا في هذا الجهد لانه وجدوا انه مش الكل فاهم. البعض بفكر انه التغييرات قليله، البعض بيفكر إنه التغيرات مش خطيرة. لا، هي خطيرة جدا 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 على أبعاد. أنا استشرت ناس مختصين بقول لك هذه تغيرات على مستوى نفسي وألعاب بروباغاندا بمستوى عالي جدا، هدفها إنشاء إنسان مشوه ومريض. إحنا أولادنا مش لعبة بإيديكم، لا حكومة إسرائيل ولا حكومة أي حكومة احتلالية ولا حدا في العالم إله يتدخل في أطفالنا ويتلاعب فيهم. اللي تدخلوا مش ناس إلهم علاقة بالتربية، ضباط مخابرات ما بنعرف مين هم، أو ناس مختصين في الحرب النفسية، ما إلكم في أطفالنا. فبدنا الناس يعرفوا هذا الكلام. الكتيب بيستعرض التحريفات والتغييرات الكثيرة جدا الموجودة، وجدنا إنها موجودة في كل الكتب، كل المواد تقريبا، في كل الصفوف. وهذه دعوة إنه المقدسيين ينتبهوا. هذا جهد المقل. يعني إحنا كنا نتمنى إنه جهات أخرى تدعم وتقوم في هذا الكلام، بس يعني الأهل هم تقدموا وعملوا هذا الجهد الكبير. وندعو الجميع ينتبه إن شاء الله، ويكون هذا الكتاب وسيلة إنه إحنا نوقف ونعرف إنه هذه الكتب يجب أن لا تدرس، لأنه أطفالنا ما بدنا إياهم ينشأوا مشوهين نفسياً.